السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة منى محي الدين، النهاردة في General Psychiatry Focus Point. شابتر السايكاتري من أهم الشباتر، بيجي فيه كمية أسئلة كتيرة جدا جدا في الامتحان، حفظه كتير جدا. ما اقدرش اقول ان انا اختصرت بصراحة، يعني هي مش فوكس مجرد نقط فقط مختصرة لأهم، يعني هو اللي انا عملته وانا حاولت ان انا اجيب فعلا المهم جدا جدا في كل حاجة، بحيث ان انا برضو ما بقاش موقعة حاجة او سايبة حاجة. اللي يبص في الورق يلاقي ان شاء الله كامل متكامل 45 سلايد، بس يعني لو شلنا الصور وكده هيصفصفوا على 25 سلايد ان شاء الله. لو طبعوا بقى قدام، يعني قدامكم كده، هتلاقوا فيهم دياجرامات وتجميعات لحاجات كتيرة جدا من الشابتر مع بعضيها. نبدأ ان شاء الله في اول توبيك، وان شاء الله تستفيدوا معايا. انا حضرت لكم الشابتر من كتاب الاي سي سي بي 2016 على اخر ابديتس. الحاجتين الوحيدين اللي لاحظتهم اختلاف في الموضوع هم ان السكيزوفرينيا بقت هي اول توبيك، ده الحاجه الاولانيه اللي عملوها، والحاجه الثانيه هم مجرد دوايين في السكيزوفرينيا زياده. ده كل الزياده في الشابتر في 2016، ويعني اكشولي انا شايفاها ان هي لوجيك اصلا ان السكيزوفرينيا هي اللي تبقى في الاول، لان في الاول كنا بناخد الانتي ديبريشن والانتي ديبريسنت، ونلاقي ان من الاوجمنتيشن للانتي ديبريسنت ان انا استخدم انتي سايكاتيك، وبعد كده ناخد البايبولر ولاقي ان انا بستخدم فيه الانتي سايكاتيك، وكنا انا لسه اصلا ما اخدتش مين هم الانتي سايكوتيك. لما يجي التوبيك بتاعهم السكيزوفرينيا كان رقم 3 في الشابتر، فما كانش لوجيك بصراحة. انا شايفة انه كده بقى افضل يعني. فنبدأ ان شاء الله في شرح اول توبيك السكيزوفرينيا. تعريف السكيزوفرينيا او ازاي بيشخصوا السكيزوفرينيا، هو عبارة عن thought disorder accordingly diagnostic and statistical manual for mental disorder DSM-5 قالت ان هو at least يكون 2 من ال following 5 present على الاقل لمدة شهر، ومن كمان ال 5 دولت لازم على الاقل يكون ال delusional hallucination و ال disorganized speech منهم. يبقى بالتالي نعرف ان الخمس symptoms دول هم ايه: delusion, hallucination, disorganized speech وكمان disorganized behavior و negative symptoms. وهناخد دلوقتي ايه هي ال negative symptoms دي. طب ايه delusion؟ هو false fixed beliefs، اللي هو عنده بليفز بحاجة خاطئة مهما حاولت ان انت تغيرها له وتثبت له بالعكس برضو مش هيقتنع. والهالوسينيشن اللي هي perceptual abnormalities auditory mainly بيسمع حاجات ما هياش موجودة حقيقة. تمام. طيب السيمتومز بتتقسم لبوزيتيف ونيجاتيف وكوجناتيف. طب ايه اهميه ان انا اعرف ان بتتقسم لبوزيتيف ونيجاتيف وكوجناتيف؟ لان كل نوع منهم بيناسبه نوع معين من العلاج ونوع معين من الادويه. فمهم ان انا اعرف ايه هي البوزيتيف سيمتومز، اللي هي البريزنس اوف سمثينج ذات شودنت بي ذير، زي الهالوسينيشن انه يسمع او يشوف حاجات ما هياش موجوده في الحقيقه. فلو جه في الكيس مين السيمتومز اللي على البيشنت هي بوزيتيف، وكان في الاختيارات في التراديشنال او الانت او الاتيبيكال انتي سايكوتيك اللي هم الفيرست جينيريشن، هيبقوا اختيار مناسب وينفعوا جدا في العلاج. لكن لو نيجاتيف، يعني ابسنس اوف سمثينج ذات شود بي بريزنت، عنده فلاترينج في المشاعر مثلا، عنده ابسنت اوف الهايجين، عنده ابسنت اوف حاجه كانت المفروض عند الشخص الطبيعي موجود، دي اسمها نيجاتيف سيمتومز. دي هستبعد تماما الفيرست جينيريشن ايجنت، وهستخدم اللي هم الاتيبيكال انتي سايكوتيك اللي هم سكند جينيريشن، هم اللي هيبقوا مناسبين. واخر حاجه بيبقى عنده كمان كوجنيتيف امبيرمنت في الفهم والاستيعاب والادراك والتعلم من الاخطاء، وده ملوش كارت ميديكيشن الا مؤخرا قالوا اليوراسيدون ممكن ينفع معاه. طيب عرفنا كده ان الانتي سايكوتيك ليهم تو فارماكو ثيرابيوتيك اوبشن في العلاج، يا اما الفيرست جينيريشن او اللي اسمهم التيبيكال او الكونفنشنال، يا اما السكند جينيريشن او اللي اسمهم الاتيبيكال انتي سايكوتيك. الفيرست جينيريشن بيشتغلوا على الدي 2 ريسبتور والهيستامينيك ريسبتور والالفا، وليهم انتي كولينرجيك سايد افكت. فبما انهم بيشتغلوا على الحاجات دي هستخلص من كده ايه السايد افكت بتاعتهم.
على عكس السكند جنريشن بيبلوك الدي 2 ريسبتور والسيروتونين كمان. دي الحاجات المين اللي بيشتغل عليها. الفيرست جنريشن هنلاقي اكتر عندهم اكسترا بيراميدال سيمبتومز، السكند جنريشن هلاقي الاكتر عندهم هو ميتابوليك سايد افكت. الفيرست جنريشن زي ما لسه قايلين ان هي للبوزيتيف سيمبتومز، السكند للبوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. يبقى انتقالا من الفيرست جنريشن للسكند جنريشن هنلاقي ان الريسك اوف الاكسترا بيراميدال سيمبتومز بتقل، الريسك اوف كمان التارديف ديسكاينيزيا بتقل، بل بالعكس في النوع من السكند جنريشن انتي سايكوتيك بيعالج التارديف ديسكاينيزيا. وزي ما نعرف دلوقتي اصلا ايه هي التارديف ديسكاينيزيا، وهي ساين وسيمبتومز من الاكسترا بيراميدال سيمبتومز. وغير كده لما بقى فيه الابيليتي تو بلوك السيروتونين ريسبتور عند السكند جنريشن، فهي دي اللي زودت الاكتيفيتي بتاعتها اجينست النيجاتيف سيمبتومز. طيب الفيرست جنريشن بينقسموا لي لو بوتنسي، ليهم لور اكسترا بيراميدال سايد افكت زي الكلوروبرامازين والثايرودازين والبرفينازين، وهاي بوتنسي ليهم هاير اكسترا بيراميدال سايد افكت، هاير نيورو مالجنانت سيندروم، هاير جالاكتوريا اند منستريال تشينجز. زي مين؟ الفلفينازين، الثايوثكسين والهالوبيريدول، واشهرهم واكثرهم استعمالا وبالذات في السيتنج الاكيوت سيتنج، عشان في منه انترافينوس وانتراماسكولار اللي هو الهالوبيريدول. طيب برضو انتقالا من اللو بوتنسي للهاي بوتنسي هلاقي زي ما قلت بتزيد الاكسترا بيراميدال سيمبتومز، الان ام اس والجالاكتوريا والمينستريال تشينجز، لكن في المقابل بتقل ايه بقى؟ بتقل الانتي هيستامينك سايد افكت زي السيديشن، بتقل الالفا ادرينرجيك بلوكينج افكت زي الاورتوستاسيس او الاورتوستاتيك هايبوتنشن، وبيقل الويت جين. يعني اللو بوتنسي هم المور ويت جين عن السكند، وبتقل الانتي كولينرجيك سايد افكتس، ومش بلاقي فيه اي اوكولر بروبلم في الهاي بوتنسي، بل كلهم في اللو بوتنسي في الثايريدازين والكلوروبرامازين اللي بيعملوا بيجمنتري ديبوزيت وكورنيال اوبيسيتي. طيب السكند جنريشن بقى كده خلص الفيرست جنريشن بانواعه بالسايد افكتس بتاعته كلها. السكند جنريشن بقى، السكند جنريشن هناخد مقارنه ما بينهم من حيث حاجتين، الديجري اوف الاكسترا بيراميدال سيمبتومز والميتابوليك سايد افكتس. الديجري برضو في الميتابوليك سايد افكتس، من حيث الديجري اوف الاكسترا بيراميدال سيمبتومز هلاقي فيه الكلوزابين اللي هو ما بيعملش خالص اكسترا بيراميدال سيمبتومز، بل بالعكس ده ممكن يستخدم في علاج التارديف ديسكاينيزيا. وهنلاقي المجموعه عندي اللي بتعمل نوعا ما اكسترا بيراميدال سيمبتومز وتعتبر هي الاكثر في السكند جنريشن انتي سايكوتيك، واللي هم الريسبريدون والباليبريدون. طب ليه انا ملوناهم كده؟ ملوناهم كده اكوردنجلي الميتابوليك سايد افكتس بتاعتهم، لان لو بصينا على الميتابوليك سايد افكتس هنلاقي ان الكلوزابين واللانزابين هم واخدين الايه الهاير ميتابوليك سايد افكتس. ده ليهم كمان نيو اونست دايابيتس ميليتس، في خلال اول شهر ممكن يسببوا للمريض دايابيتس ميليتس. هنلاقي ان المودريت هما الكيتابين والبريكسبيبرازول، هو ده واحد من الادويه الجديده اللي اضافوا، والاليوبريدون والريسبريدون. وهنلاقي ان اللي ليهم لوست ميتابوليك سايد افكت الباليبريدون والاريبيبرازول والاسينابين والكاري برازين، ده تاني واحد اضاف السنه دي، واليوراسيدون والزبراسيدون. يبقى ده تقسيمه الميتابوليك سايد افكتس بتاعتهم. طيب بالنسبه للاكسترا بيراميدال سيمبتومز اللي عندي، قلنا ان زي ما احنا عارفين في منها اكيوت زي الباركنسونيزم الدستونيا الاكاثيزيا، ودول بيتعالجوا بالانتي كولينرجيك، والاكاثيزيا بالبروبرانولول هو الانسب ليها. اما التارديف ديسكاينيزيا فدي اللي بتيجي بعد الكرونيك يوز للانتي سايكوتيك، على الاقل 6 شهور يكون بيستخدم انتي سايكوتيك. وعشان تبقوا برضو عارفين، خدوا بالكم من تعريفها ان هي عباره عن فاشيال ديس اوردرز، لانه ممكن يجيبها في السؤال على هيئه سيمبتومز ما يقولش صريحه ان هي التارديف ديسكاينيزيا اللي عنده ويطلب العلاج. وزي ما قلنا من شويه ان الكلوزابين هو اللي بيبقى الايه العلاج الامثل ليها، اما الانتي كولينرجيك فممكن ورسن الحالة. طيب هنا عملت لكم جدول، هما جدولين مجمعين كل السايد افكت زي بتوع الكتاب بالظبط، ومضاف يمكن بس عليهم البرولاكتين والاكسترا بيراميدال، مكبرهم وموضحهم شوية، واهم اهم حاجة تتقال في كل دواء فيهم. غير كده ان شاء الله ما فيش اي حاجة مهمة في الادوية كلها غير ايه الجدولين دول. هناخد اول حاجه اكوردنج زي ما قلت لي تقسيمه الميتابوليك سايد افكتس، الكلوزابين والاولانزابين هنلاقيهم هم اللي ليهم هايست ميتابوليك سايد افكتس، والكلوزابين زي ما قلنا الدراج اوف تشويس فور تارديف ديسكاينيزيا،
الكلوزابين كونترا انديكيتد، واخد بالي وانا بديه لمريض عنده سيجر. الكلوزابين بيعمل اجرينيولوسايتوزس، بيخلي البيشنت يدخل في ريجستري بروجرام اسمها الكلوزاريل، زي الرمس كده يعني، ادويه الرمس. بلاك بوكس وورنينج اجينست السيجر والمايوكاردايتس والكارديومايوباثي، وبخليه اخر لاين للعلاج عندي فور النون ريسبوندر. الاولانزابين نفس الميتابوليك سايد افكت بتاعته، وعليهم كمان بيعمل سيديشن، وهو موجود في هيئه انجكشن، ومن السايد افكت بتاعته اللي بيعملها بلاك بوكس وورنينج بوست انجكشن ديليريوم، فلازم يتاخد في سيتنج وبرده مضموم للريمس بروجرام. طيب بعد كده المجموعه اللي بعدها الكيتابين، البريكس بيبرازول والابريدول والريسبريدون اللي قلنا عليهم ليهم المودريت ميتابوليك سايد افكتس. من اهم الحاجات اللي عرفها بعد كده ان الكيتابين هو الدراج اوف تشويس في حاله السايكوزز مع الباركنسونيزم. الريسبريدون وزي ما هناخد الباليبريدون، الاثنين دول قلنا ان هم ايه اعلى حاجه في الاكسترا بيراميدال سايد افكت، وكمان بيزودوا البرولاكتين، هم متشابهين مع عائلة الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك في الحاجتين دول، ان ليهم اكسترا بيراميدال، وبالذات كمان اللي هم الهاي بوتنسي فيرست جينيريشن في الحاجتين دول، الريسبريدون والباليبريدون، في انكريز البرولاكتين وانكريز الاكسترا بيراميدال سيمتومز. اما بالنسبه للاريبيبريزول فده بيقلل البرولاكتين على العكس تماما. بعد كده اهم حاجه عندي اعرفها هو الزبراسيدون، ان هو ليه الهايست كيو تي برولونجيشن افكت، وان في منه بارنترال فورمولا. ايه اهميه ان انا اعرف مين اللي ليهم بارنترال فورمولا؟ عشان نعرف مين اللي بيستخدمه في الاكيوت سيتنج، لو جاي البيشنت باجيتيشن ومحتاجه اديله حاجه حقنه دلوقتي تنقذ الموقف بسرعه، ففي السؤال هيجي، وهتبقى الاختيارات ديبنس على انك عارف ايه الحاجه اللي بتتاخد كبارنترال فورمولا. الزبراسيدون يوجوالي تيكن وذ فود وكوشن اف كومبايند وذ اذر دراجز زي الترايسايكليك انتي ديبريسنت والانتي اريزميك، اللي هي ممكن هي كمان تاثر على القلب وتسبب انكريس في الكيو تي برولونجيشن. دي اخر حاجه هناخدها في جزئيه السكيزوفرينيا، هي الثيرابي ديوريشن. امتى البيشنت ده يبطل الادويه بتاعته؟ لما يكون سيمتوم فري فور 2 ييرز، ولما يكون اخر ايبيسود جات له لو هو من النوع اللي بيجي له ايبيسودز كتيره كانت من 5 سنين، وكاتب جمله كده في الاخر ان الكومبليت ريميشن ويزاوت سيمتومز ار انكومن، يعني من الاخر مينلي ما بوقفش الدواء لحد، ومفيش حد بيحصل له ريميشن وبيشفى من المرض ده 100%. ندخل بقى على التوبيك الثاني الدبريشن. في الدبريشن عايزين برضو ناخد اول حاجه السيمتومز، على اي اساس بشخص المريض او بعرف المرض ده ان هو عنده ايه depressive disorders، وبرضو depressive disorders according لي DSM-5 تعريفه هو ايه؟ major depressive disorders او ممكن يسموه unipolar disorders، بيبقى عبارة عن 5 اعراض على الاقل لمده 2 اسابيع. الخمس اعراض دي لازم واحد منهم يكون ايه ديبريسد مود او الانهيدونيا، الانهيدونيا اللي هي لوس اوف الانترست ان البليجربل اكتيفيتي، وبقيت بقى الخمس اعراض تكون حاجه من الحاجات دي زي السليب ديستربنس، التشينج في الابيتايت وفي الويت، ديكريز في الانرجي، فيلينج اوف جيلت او ورثلسنس، سايكوموتور ريتارديشن او اجيتيشن، يعني يا اما ريتارديشن بطء يا اما اجيتيشن، وديكريز الكونسنتريشن اند سوسايدال ايديشن. These symptoms must interfere with the patient everyday ability to function. يعني ما يجيش بقى برضو يعني for your info حتى يعني كمعلومات، ما يجيش حد من قريبك يقول لك انا حاسس ان انا داخل على اكتئاب ومكتئب، تبقى انت عارف طب الاعراض بقى لها قد ايه، طب الاعراض بتتضمن ايه، تعرف ايه تشخيص المرض اصلا بيتم على اساس ايه. هناخد في الدبريشن ايه الاسسمنت، الثيرابيوتيك اوبشن اللي عندي، وبالذات الفارماكوثيرابيوتيك اوبشن اللي هي المين فوكس عندي، واكتر حاجه طبعا بيتسال عليها لان انا كفارماكو ثيرابي سبيشالست المفروض، والتريتمنت بلان بتاعه المرض ده. هناخد اول حاجه زي ما قلنا الاسسمنت. الاسسمنت بيتم على اساس 4 حاجات: السايكاتريك هيستوري بتاع البيشنت، الريتنج سكيلز تو اسس السيفيريتي بتاعه الديزيز، الفيزيكال اكزامينيشن اند الدياجنوستيك تيست، واخر حاجه الميديكيشن.
السايكاتريك هيستوري زي ما قلنا تاخد اعراض المريض وبقالها قد ايه ومأثر عليه بقى لفتره مده قد ايه، وهل منهم الانهيدونيا والديبريسد مود ولا لا. تاني حاجه الريتنج سكيل، والريتنج سكيل اهم واحد فيه تعرفوها اللي هو الهام دي سكيل، اهم واحد يتعرف لانه كمان بيستخدم في الكلينيكال ترايلز علشان البروسيس بتاعه الابروفل بتاعه الادويه عشان الاف دي اي تابروف دواء او لا، فبيعتمدوا على الهام دي سكيل. فيعني الباقي روهم بس عشان تبقوا عارفين لو جه في السؤال اي سكيل من السكيلز دي البيشنت حصل له اسسمنت بيها، فتبقوا فاهمين ان دي سكيلز بتاعت الدبريشن لو ما جابش السيمتومز واضحه. بعد كده الفيزيكال اكزامينشن، اكتر حاجتين بنبقى محتاجين نعمل لهم تشيك عشان المريض عشان الديفيشنس فيهم او المشكله فيهم بتعمل ديبريشن، هي الثيرويد جلاند والكورتيزون. كمان الثيرويد جلاند والكورتيزون وكمان الفيتامين ديفيشنسي. الميديكيشن، الميديكيشن مهمه جدا علشان مريض زي كده خلاص انا مش هبقى محتاج ان انا مين لي اعالجه، انا ممكن اوقف الدواء بتاعه او سويتش على دواء تاني يبقى هو ده علاجه. ففي في اي مرض الميديكيشن اللي ممكن تعمل لي اي مرض فوكس عليها وخدوا بالكم منها مهمة، عشان بيبقى علاج المريض ده بس ان انا اديسكونتينيو الميديكيشن دي. او ممكن اصلا يجي السؤال يقول لك ان المريض بياخد مجموعه من الادويه كذا وكذا وكذا ويرص لك رصه كبيره ويقول لك جاله ديبريشن، فايه اللي عمل له ديبريشن؟ ده برده من الاسئله الكومن اللي بتيجي. طيب ايه الثيرابيوتيك اوبشن اللي عندي؟ عندي ثلاثه اوبشن، يا اما السايكوثيرابي اللي هو السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي اللي هو بقى نقعد على الشيزلونج ونتكلم ونحكي، وده مين لي للمايلد تو المودريت ميجر ديبرسيف ديس اوردرز. الفارماكوثيرابي وده السبيشالست بتاعنا، بس المشكله في الريلابس، الريسك في ريلابس والادفيرس افكت بتاعه الادويه بتاعته عاليه. واخر حاجه عندي اللي هو الالكترو كونفالسيف ثيرابي اللي هي يصعقوا بقى زي ما انتم عارفين بشحنه من الكتريسيتي وكده، نبقى بس عارفين ان هي المين للريفراكتوري ديبريشن وللديبريشن ان البريجنانسي وليه كمان الديبريشن اللي مع سايكوزيس. ده بس حال الحالات اللي هستخدم فيها الالكترو كونفالسيف ثيرابي. ايه الفارماكو ثيرابيوتيك اوبشنز اللي عندي؟ الجروبس بتاعت العلاج، تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ماو انهيبيتور، اس اس ار اي واس ان ار اي، ام اس ام اللي هم ميكسد سيرتوجينيك ميديكيشن، والبروبيون. مين هم الترايسايكليك انتي ديبريسنت؟ مراجعه سريعه، الاميتريبتالين والنورتريبتالين، الاميبرامين والديسبرامين، الاميتريبتالين والاميبرامين هم دول التيرشري امين اللي بيتحولوا لسكندري امين كمان لما يخشوا الجسم فهم المور بوتنت. مين هم الماو انهيبيتور؟ الفينيلزين والترنايل سيبرومين او ترنايل كريبمين، مش عارفه النطق بتاعه ايه بالظبط، بس هما دولت النون سيلكتيف. وعندي السيليجلين اللي هو الماو بي انهبيتور ده المور سيلكتيف، الاس اس الراي اللي عندي الفلوكزيتين والباروكزيتين، الاستيتالوبرام والستيتالوبرام، السيرترالين والفلوفوكزامين، الاس ان ار اي اللي عندي الديسفينلافاكسين والفينلافاكسين، الديلوكسيتين والليفوميلناسيبرام ده اللي كان مضاف لسه جديد من سنتين. بعد كده الباقي هم الفيلازودون الفورتكستين، وحقيقة ما لهمش اي اهمية ولا جه عليهم اسئلة قبل كده ولا ليهم سايد افكت واضحة او حاجة. ويتبقى عندي الترازودون النيفازودون المرتازابين والبيوبروبيون، كل واحد منهم عامله له سلايد. التراي سايكليك انتي ديبريسنت اهم حاجة اعرفها فيها ان هي مش ده مش لاست لاين، ده يعني ما ابدا ما يجيلكش ديبريشن يعني ديبريست بيشنت وتختارها، ما تختارهاش خالص. اليوز بتاعها الاساسي نبقى عارفين في البانيك ديس اوردر زي ما هناخد دلوقتي في الانكزايتي، وفي المايجرين بروفيلاكسس زي ما اخدته في النيورولوجي، وزي ما هناخد دلوقتي في الانكزايتي ديس اوردرز. السايد افكت المينلي بتاعتها اورثوستاسيس سيديشن لان ليها الفا ادرينرجيك سايد افكت وانتي هيستامينيك سايد افكت، والانتي كولينرجيك اللي عارفينها دراي ماوث، مش عارفه بلورد فيجن، يورينري ريتينشن اللي بنخاف منها مع الكبار بالذات، اند كارديو توكسيسيتي، وكلهم مع التيرشري اكتر من مع السكندري اللي هم الايمي والامي. الترايسايكليك انتي ديبريسنت كان بي فيتال ان اوفر دوز، وكمان بيقول لي ان هم ممكن يعملوا سيجر، فكوشن لما تديهم لبيشنت عنده سيجر. يبقى ادي تاني حاجه ذكرنا فيها السيجر، اول حاجه الكلوزابين ده اهو تاني حاجه، وممكن كمان تعمل تورسي دوبا. من الاسئله اللي بتيجي في الحته دي ومش موجوده في الكتاب اللي هي الاوفر دوز بتاعه الترايسايكليك انتي ديبريسنت، لو مريضه بتاخد ادويه ترايسايكليت وعايزه خلاص جالها سوسايدال ايديشن ولا حاجه عايزه تنتحر واخدت جرعه اوفر دوز، يبقى ايه الحل؟ اكتيفيتد شاركول. طيب
ليها with dual syndrome، وكل ما تقابل حاجة ليها with dual syndrome تركز عليها وتشوفها برضو وتجمعها في دماغك كده، علشان لما يجي في السؤال يقول ان حصل with dual syndrome والمريض بياخد ادوية كذا وكذا 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 وكذا، فحصل ال with dual syndrome دي من دواء ايه بالظبط، تبقى عارف. تاني كلاس المونوامينوكسيديز انهيبيتور والماو انهيبيتور، دولت ما بيستخدموش الا في حالة اسمها atypical depression، يعني depression بـ symptoms زي ما انتوا عارفين symptoms مش التيبيكال الطبيعية اللي بيجي بيها مريض depression، بل كلها حاجات هايبر، هايبرسومنيا، هايبرفاجيا، رياكتيفيتي في المود، وزي ما قلنا هم الفينالزين والترنايل سيبرومين والسيليجلين. السيليجلين ده عبارة عن باتش اسمها امسم، نبقى عارفينها ان هي الباتش فور اونلي الدبريشن، لان احنا زي ما اخدتوا ان الماو انهيبيتور السيليجلين ده بيستخدم كمان في الباركنسونز ديزيز، فهو مأكد على ان الباتش للدبريشن بس، ما ينفعش ان نستخدمه في الباركنسونز. طيب حاجتين كمان نعرفهم في الماو، الحاجة الاولانية ان هو ممكن يعمل هايبرتنسف كرايسيس مع الايجد تشيز، الجبنه انواع الجبنه القديمه عشان نحتويها على التايرامين، فناخد بالنا ونعمل اديوكيشن للبيشنت. والحاجه الثانيه ان انا لو عايزه احول من ماو انهبيتور لاي انتي ديبريسنت او من اي انتي ديبريسنت الماو، اخد فتره ووش اوت 2 ويكس، لكن مع الفلوكسيتين هياخد من 5 ل 6 ويكس، لان ليه هاف لايف طويله، لونجست هاف لايف. ثالث جروب اللي هم الاس اس راي، دولت الفيرست لاين، مش بس الميجر ديبريسيف ديس اوردر، ده كمان زي ما هناخد دلوقتي في الانكزايتي للبانيك ديس اوردر وللاوبسيسيف كونفالسيف ديس اوردر وللبوست تروماتيك ديس اوردر، وتقريبا لكل انواع الايه الانكزايتي. ايه السايد افكتس بتاعتهم المهم ولازم نعرفه؟ الانسومنيا، الانسومنيا اللي بتيجي من الانواع الاكتيفيتنج زي الفيلوكسيتين، الفيلازادون والسيرترالين، وعلاجها ان انا ادي ترازودون انتي ديبريسنت ولي كمان سيداتيف افكت. طب او ممكن علاجها يكون ان انا ادي استيديتنج اس اس راي زي الباروكسيتين والفيفوكسانين. وكان جه سؤال بشكل زي ده في الامتحان اللي فات على طول، انه مش فاكره صوته ازاي قوي، بس يعني انه كان في مريضه عندها ديبريشن وعندها انكزايتي وعندها انسومنيا، وانا مثلا اديتها سيفلوكسيتين، فايه العرض يعني ايه العرض من الاعراض اللي عندها دي كلها اللي هي الدبريشن والانسومنيا والانكزايتي والبانيك اتاك والحاجات دي كلها، ايه العرض الاقل تاثرا بالدواء ده، او اللي هو يعني مش هيروح يعني هيفضل عندها شويه ومش هيروح بسرعه مع الدواء ده؟ هيبقى طبعا الانسومنيا، لان الفلوكسيتين اكتيفيتنج. فشوف السؤال جاي لافف ازاي، الواحد ما يبقاش عارف ايه يعني ايه اهميه ان انا اعرف ده اكتيفيتنج ولا سيديتنج، علشان هو ايه بي بي بيحور فيها، واكوردنج للسيمتومز اللي عند المريضه تعرف ايه الدواء الانسب ليها، ولو جالها سايد افكت ده تعالجه بايه. تاني حاجه السكشوال ديسفانكشن، ودي يا اما نعالجها بويتنسي يا اما نضيف زي ما هنشوف دلوقتي البروبيوبيون. من اهم استخداماته هو ان هو للسكشوال ديسفانكشن الانديوسد من الاس اس راي، او ان انا اقلل الدوز او اضيف السيلدنافيل او تشينج الاي لاي اذر كلاس او اذر جاك. بيعملوا الاس اس راي نوعا ما اكسترا بيراميدال سيمتومز، بيعملوا السيرتوجينيك سيندروم. ولو حد قال لي طيب بالنسبه للنيورو ماسكولار للنيورو مالجنانت سيندروم والسيرتون سيندروم او السيرتوجينيك سيندروم هما فين، مجمعاهم في الاخر في جدول مع بعضهم مع الليثيوم توكسيستي ومع الكوارسكوف انسيفالوباثي اللي بتيجي من الالكول. المهم يعني في اخر الشابتر مجمعهم كلهم، ما تقلقوش مع بعضيهم. وكمان ما ذكرتش السيتوكروم بي برضو، مجمعهم كلهم في جدول في الاخر من الشابتر كله، مع حبه تجمعات حلوه كده لما الموضوع من الشابتر كله. طيب في ايه كمان عندي؟ الويد جول سيندروم، وبتبقى زي ما قلنا ان هي مهمه قوي نركز عليها، بتبقى اكتر مع الفيلوكسيتين عن السيرترالين عن الباروكسيتين. وزي ما ممكن تكون شفته في الاسئله اللي بتيجي في الحته دي، انه يجيب لك مريض كان بياخد ادويه انتي ديبريسنت وحصل له ويذ جول سيندروم، فيا ترى هي من مين؟ وممكن يكون مش ولا دواء اصلا من دول، ممكن يكون جايب مثلا سي بروبيبيون ولا حاجه عشان يغلطك فتفتكر ان اي دواء انتي ديبريسنت ممكن يكون ليه ويذ جول سيندروم. لا، هنبقى واخدين بالنا مين اللي ليهم ويذ جول سيندروم ومين اللي مالهمش. استيتالوبرام في جرعه اكتر من 40 ملي جرام بيعمل كيو تي برولونجيشن. بيقولوا كمان ان الاس اس راي بيزودوا الريسك اوف البليتنج والفيرتبلر اند النون فيرتبرال بون فراكشن، وبيعملوا هايبو ناتريميا
هايبو ناترينيا مهمة جدا، طالما بيعملوا ديزيز، طالما هم انديوسنج لديزيز يبقى نركز فيها. اي ميديكيشن انديوس اديزيز يبقى نركز فيها، particularly عند الاولدر، عند الاولدر ادلتس، فاخد بالي عند البيشنت دول ما اديلهمش ايه واديلهم ايه. الكلاس اللي بعدها الاس ان ار اي زي مين، اهمهم الفيلا فاكسين. الفيلا فاكسين التاثير بتاعه كانتي ديبريسنت بيبقى دوز ريليتد، يعني لو اديته بجرعه اقل من 150 مللي جرام هو اللي هيشتغل لي على السيروتونين فقط، فلازم اديه بجرعه اكتر من 150 عشان يشتغل لي على السيروتونين والنور ابرافريم، الحاجات اللي بيعملها هو بيزود البلاد بريشر، فكونترا انديكيتد او كوشن مع بيشنت الضغط بتاعها مش متظبط، وبرده من الحاجات اللي ليها والجوول سيندروم. يبقى التراي سايكليك انتي ديبريسنت ليها، الاس ان ار اي ليها، والاس اس ار اي ليها. الدلوكسيتين، الدلوكسيتين زي التراي سايكليك انتي ديبريسنت لقينا برده ان ليها انتي كولينرجيك سايد افكت وانتي هيستامينيك سايد افكت، فاتجنبها عند الالدرلي. غير كده كمان ان هي بتستخدم للديابيتيك بريفرال نيوروباثي اند الفايبرينومايليجيا، زي المل اللي هو الملناسبرام اللي جاي منه الليفو ملناسبرام، والحاجات اللي بتعمل في المنهج علاج للديابيتس ميليتس نيوروباثي او بتعالج الفايبروميليجيا جمعوها انتوا ماشيين في الشباتر كلها، تكون متجمعه عندكم عشان ده سؤال امتحان. مين واحد عندها نيوروباثي مين الارخص، مين اللي ما عندهاش تامين مين الافضل، مين مش عارفه ايه، فلازم تبقوا عارفين كويس قوي كل الاوبشنز اللي عندكم لعلاج المرضين دول. الليفوميلناسبرام بس اهم حاجه نعرفها عنه ان هو كوشن في الرينال فيلير وما يستخدمش ابدا في اند ستيج رينال ديزيز، وبرده بيعمل هايبوناتريميا. اخر حاجه تجميعه لبقيه الادويه في سلايد واحده، البيبروبيون، ترازودون، نيفازودون، والميرتازابين. البروبيوبيون زي ما قلنا من شويه للسكشوال ديسفانكشن ريليتد للاس اس ار اي، وكمان هنلاقيه في علاج الاي دي اتش دي في شابتر البيدياتريك، وكمان هنلاقيه هنا في اخر الشابتر في السموكينج سيسيشن. بيعمل ايه؟ بيعمل انسومنيا، انسومنيا ولوس اوف الابيتايت. اخد بالي لوس اوف الابيتايت، فالناس اللي عندها اوريدي اصلا الناس اللي بيبقوا يعني عندهم ديبريشن بنسبه كبيره بنلاقي ناس منهم بيجي لهم لوس اوف ابيتايت اصلا ووزنهم بيقل، فاتجنب يفضل البيبروبيوم معاهم، بيزود الريسك اوف سيجر. ادي تالت واحد جبنا فيه سيره السيجر، بس هنا السيجر كان بي ديكريزد باي افويدنج الناس اللي عندهم هيستوري اوف سيجر، وهافويدد كمان في الناس اللي عندهم هيستوري اوف ايتينج ديس اوردرز طبعا زي ما قلنا، لانه بيعمل اصلا لوس اوف الابيتايت. ونوت مور ذان 150 مللي جرام بدوز، يعني 450 مللي جرام في اليوم عشان افويد ان يحصل سيجر، وهتايتريت الدوز، هبدا سلو هتايتريت لو. بعد كده الترازودون يستخدم لايه؟ للانسومنيا ريليتد للاس اس ار اي، يبقى واحد للسكشوال ديسفانكشن ريليتد اس اس ار اي، الثاني للانسومنيا ريليتد اس اس ار اي، النيفازودون للانكزايتي اللي اسوشيتد مع الدبريشن. ورغم ان هو مكتوب في الكتاب ان هو withdrawn from the market، لكن ما تاخدوش في بالكم خالص بيستخدم بنسبه كبيره جدا في الانكزايتي الاسوشيتد مع الدبريشن من السايد افكتس بتاعته اللي بيعملها ليفر توكسيسيتي زي الديلوكسيتين. وبرضو وانتوا ماشيين في المنهج جمعوا كده الحاجات اللي بتعمل ليفر توكسيسيتي من الحاجات المهمه، وانا عامله لكم برضو تجميعه في اخر الشابتر. الميرتازابين ده بقى يستخدم للناس اللي عكس البيوبروبيون، الناس اللي عندهم ويت لوس جامد او كاشيتك بيشنت مع ديبريشن، لانه من السايد افكت بتاعته ان هو بيعمل ويت جين، فليه ما استخدمهاش كحاجه مفيده لبيشنت وزنه عمال بيقل. لكن طبعا لو قال لي في الكيس ان البيشنت ديت اوفر ويت او اوبيس، ابعد تماما عن الميرتازابين. اعرف ان هو برضو بيعمل نيوتروبينيا واجرينيولوسايتوزيس واستينيا اللي هي نوع من انواع الاكسترا بيراميدال سيمتومز، بس مش اكتر من كده في الادويه. باي ناو يو شود نو مين اللي بيعمل سيديشن، مين اللي بيعمل هيباتوتوكسيسيتي، مين السيجر زي ما قلناهم، مين اللي بيسبب هايبرتنشن، مين اللي افويد في الايتينج ديس اوردرز، مين اللي بيعمل ويذدرول سيندروم، مين اللي بيعمل ويت جين، مين اللي بيتاخد ويكلي عشان هو الهاف لايف بتاعته طويله، مين اللي بيعمل كارديو توكسيسيتي او كارديو مايوباثي، مين اللي بيليهم سايد افكت زي الاورثوستاتيك سايد افكت والانتي كولينرجيك والسيديشن سايد افكت. وبالنسبه لل 2 دي 6 وال 3 اي 4 هنقولهم زي ما قلت في اخر الشابتر، ومين في الفورميلا كلهم باتش اللي هي السيليجلين
تبقى باي ناو احنا خلاص جمعنا في دماغنا السايد افكتس واليوزز والحاجات كلها بتاعه الايه الانتي ديبريسنت دي. هيتبقى عندي ايه السليكشن اوف الانتي ديبريسنت لما يجيب لي كيسه ويبقى عايزني اختار دواء، هيبقى اختيار الدواء بيزد على ايه؟ هيبقى اختيار الدواء بيزد على البيشنت بريفرنس. يعني ايه البيشنت بريفرنس؟ يعني مرجعية البيشنت ومدى اقتناعه بان هو ياخد الدواء دوت. البري ريسبونس الاستجابة السابقة، الفاميلي ممبر بري ريسبونس من الحاجات المهمة. لو جه قال لك انا جالي انا خلاص متشخص دلوقتي ديبريشن وانا والدتي كان جاي لها وكانت بتاخد دواء كذا وكان ماشي معاها، فده هو بيوجهك في السؤال ان انت تختار نفس الدواء بتاع الوالدة. اكوردنج طبعا للسايد افكت زي ما قلنا من شويه، واحده تخينه مش هتاخد مرتزبين، واحد جاله من الاس اس الراي سكشوال ديسفانكشن اضيف له بروبيون، اظبط الدنيا كده. الجنرال ميديكيشن كونديشن بتاعه البيشنت، بياخد حاجات ممكن لو مدينه معاها انتي ديبريسنت اس اس الراي تعمل له سيرتوجينيك سندروم، لا ابعد وراح اشوف كلاس تاني، ابقى ايه مظبط الدنيا كلها في مخي. واخيرا طبعا الكوست من الحاجات المهمه جدا برضو اللي لازم سؤال كل سنه في الامتحان عنه. البيشنت مش متغطي، التامين بتاعه مش مغطي وعايز حاجه ارخص، ندور دايما على الحاجه الارخص اللي هي مين اللي بتبقى تراي سايكليك انتي ديبريسنت. طيب واحنا بنذاكر سمعنا عن الايه الستار دي ستادي، كل شويه الستار دي ستادي بتقول ان احنا طريقه العلاج هتكون كذا وكذا وكذا. من الاخر الستار دي ستادي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الفيرست لاين هم الاس راي، وان البيشنت هو didn't respond to one may respond to another. يعني لو ما جابش نتيجه مع واحد منهم ما غيرش ما عملش سويتشنج للكلاس خالص، لا اجرب معاه واحد تاني من الاس اس راي، بعد كده ابدا في الايه السويتشنج او الاوجمنتيشن. لمين اسويتش؟ يعني امتى اسويتش؟ ما سويتش ابدا الاس اس راي دي غير لما يبقى البيشنت not responding خالص، حاولت في كذا اس اس راي ولم يستجيب، وبعد كده عملت له اوجمنت ولم يستجيب، وعملت له كومباين ولم يستجيب، ساعتها ده اسمه نون ريسبوندر، ده اللي هسويتش معاه ليه كلاس تانية. مين اللي هاوجمنت معاهم؟ للبارشال ريسبوندرز اللي هم مستجيبين على الاس اس الراي بس مش الاستجابه الكامله، زي ما هنشوف اصلا ايه تعريف الريسبونس دلوقتي وايه تعريف الريميشن وايه التعريفات دي، من المهم ان احنا نعرفها عشان نعرف هل المريض وصل للريسبونس ولا لا. طب لسه ما وصلش يبقى هو كده بارشال ريسبونس ريسبوندر، يبقى ايه العلاج معاه؟ ان انا اعمل له اوجمنتيشن. اوجمنتيشن بايه؟ بليثيوم او بثايرويد جرعه 25 ملي جرام او بالبوسبيرون اللي احنا هنشوفه كمان في استخدام الانكزايتي في نوع من انواع الانكزايتي، او second generation antipsychotic aripiprazole وquetapine وolanzapine، او سوري الolanzapine بيبقى in combination مع الفلوكسيتين. طيب او ممكن ان انا اكومباين على الاس اس الراي ترازودون زي ما قلنا، وبالذات لو الاس اس الراي طلع منها sexual dysfunction سايد افكت اضيف بيوبروبيون، او لو في منها انسومنيا اضيف الترازودون زي ما قلنا من شويه. يتبقى لي ثلاث تعريفات مهمه دولت، بصراحة دكتورة اسمها دكتورة ميرا عيد الله يبارك لها هي اللي مفهمهم لي بالطريقة دي، فجبتهم زي ما هي عاملاهم بطريقة لذيذة جدا. ايه هو الريسبونس؟ لو انا اعتبرت ان ده النورمال مود للواحد، وان دي الهايبومانيا اللي بعدها المانيا، وان اللي تحت دوت هو الدبريشن، لو انا اوصل كده لحد هنا يبقى انا كده وصلت للميجر ديبريسيف ديس اوردر. ايه تعريف الريسبونس؟ الريسبونس هو 50% ريدكشن في الهام دي سكور، زي ما قلنا ان الهام دي سكور ده مهم جدا لان بحدد بيه البيشنت ريسبوندنج ولا لا، البيشنت بيتحسن ولا لا، البيشنت في الكلينيكال سيتنج الدواء الجديد اللي انا بجربه عليه بيتعالج بيه ولا لا عشان الاف دي اي توافق لي ولا لا. يبقى ايه هو الريسبونس؟ هو 50% ريدكشن ان الهام دي، وده بياخد من 4 لـ6 اسابيع او من 6 لـ8 اسابيع adequate trial، لازم اخد بالي منها جدا جدا، ما يجيش المريض بعد اسبوعين مش جايب نتيجة الدواء معاه فيزهق ويسيبه او يجي عشان اغيره له، لا الحتة دي مطرح يعني مكان سؤال. بعد كده الريميشن، يعني ايه ريميشن؟ يعني ان انا ارجع تاني للنورمال مود تماما. طيب الريميشن هو ريتيرن تو نورمال ستيت، او على الاقل ان انا اجيب على الهام دي سكور 7 او اقل، وده بيحتاج على الاقل 3 شهور من العلاج، على الاقل ان انا اكون مديه 12 اسبوع او 3 شهور من العلاج عشان اقدر ان انا اوصل تاني لحاله الريميشن. بعد ما اوصل لحاله الريميشن
لازم يكون في continuation للعلاج من 4 لـ9 شهور، وبعد كده maintenance على الأقل لسنة. ليه؟ لأني بخاف من الريلابس اللي ممكن يحصل لي في أول 4 لـ9 شهور، أو لا قدر الله الريكارنس اللي ممكن يحصل بعد سنة. عشان كده لازم يبقى في continuation و maintenance للدواء لمريض الدبريشن. ويبقى كده خلصنا الدبريشن ونخش على البايبولر ديس اوردر. البايبولر ديس اوردر سريعا ايه هو؟ برضو التعريف بتاعه according to DSM-5، لو انا ده النورمال مود بتاعي وده الهايبومانيا والمانيا، ده المايل ديبريشن والميجر ديبريشن، فانا لو بتروح ما بين او المود بتاعي بسوينج ما بين هايبومانيا ومايل ديبريشن، يبقى انا كده اسمي ايه؟ اسمي السايكلوثيميا. انا في مرحله اسمها او المرض اللي عندي هيبقى اسمه السايكلوثيميا. لكن لو ما بين هايبومانيا وميجر ديبريسيف هيبقى بايبولر تايب 2، لكن لو مانيا لميجر ديبريسيف هيبقى بايبولر تايب 1. والفارماكوثيرابيوتيك اوبشن اللي عندي حاجتين، يا مود ستابلايزر يا بنزو دايازبينز. البنزو دايازبينز بتستخدم كاد اون ثيرابي في الاكيوت سيتنج فقط للبيشنت جاي اجيتيتد. وحقيقة في الاسئلة لقيت كمان انه دايما واحنا بنحل برضو بيستخدموا في الاكيوت سيتنج لو البنزو دايازبين مش موجودة او مش مناسبة او مش الاختيارات، بيستخدموا الهالوبيريدول. الهالوبيريدول او اي برضو انتي سايكوتيك على هيئة انجكشن يعني او بارنترال. يبقى ده بس استخدام البنزودايازبين. طب المود ستابلايزر اللي عندي 3 كاتيجوري، الليثيوم، الانتي كونفالسنت والانتي سايكوتيك. وزي ما انتم عارفين الانتي كونفالسنت هم 3، الفالبروك، الكاربامازبين، اللاموترجين. ومش هستفيد بقى في شرحهم، اوريدي بقى انتم عارفينهم ومن نيورولوجي، مش اكتر النيورولوجي خلاص عارفينهم وعارفين السايد افكت بتاعتهم وكل حاجه. والانتي سايكوتيك بس هنقول ان كلهم بيستخدموا في البايبولر ما عدا البريكس بيبرازول الايجنت الجديد اللي مضاف السنه دي، وكمان الكلوزابين والاليوبريدون. لو جينا قسمناهم كده، ليثيوم، فالبروك اسيد، كاربامازبين، لاموترجين، انتي سايكوتيك، وجينا قلنا في حاله جايب لي بيشنت في مانيا او في ميكسد ابيسود من مانيا ديبريسيف، هيبقى ايه الايجنت اللي عندي اللي ممكن تستخدم؟ كلهم ما عدا اللاموترجين. طب جاي لي البيشنت في ديبريسد، يبقى ايه الايجنت اللي هتستخدم؟ الليثيوم والانتي سايكوتيك هما المفضلين، واللاموترجين هو الوحيد من عيلة الانتي كونفالسنت. في الدبريشن اللاموترجين هو الوحيد من عيلة الانتي كونفالسنت. في المينتنس كلهم ينفعوا، في الرابيد سايكل ما عنديش غير الفاليبرويك اسيد. الليثيوم مهم مهم مهم، ما قدرتش اختصر فيه اي كلمه. الاسئله اللي بتيجي عليه كتير وكل كلمه فيه مهمه ولازم تعرفوها. الهاف لايف بتاعته طويله، ولهذا في الستدي ستيت كونسنتريشن على ما يوصل لها بياخد كتير. فالبيشنت برضو يكون ايه اوير بالحته دي عشان ما يقولش ان الدواء ما بيعالجوش. الدواء ده اكسكريتد رينالي، فبيعمل لي انترستيشيال فايبروزز او جلوميروسكليروزز لو البيشنت عنده مشكله اصلا رينال، فاخد بالي من الحته دي. الانيشال دوز تبقى من 600 ل 900 ملي جرام بير داي، بما يعادل في السيرم يعني من 0.8 ل 1.2. اخد بالي منها برضو عشان اشوف لو اكتر من كده هتبقى ايه، يبقى انا دخلت في توكسيستي بالساين والسيمتومز بتاعها والعلاج بتاعها. المينتنس دوز تكون السيرم كونسنتريشن من 0.6 ل 1. قبل ما ادي الليثيوم في ورك اب بيتعمل، اعمل سي بي سي لانه بيعمل ليوكوسايتوزز. سؤال امتحان طبعا، لازم اعمل بريجننسي تيست لانه تراتوجينيك. زي ما قلنا بنعمل رينال فانكشن اند يورين اناليسز عشان ما يعمليش النوعين دولت من الانترستيشيال فايبروزز والجلوميروسكلرايز، زي ما هتاخدوها كمان او زي ما اخدتوها في شابتر نفرولوجي. كمان ثايرويد فانكشن تيست، لان زي ما اخدنا في الاندوكراين ان هو بيعمل هايبوثايرويديزم. وكمان نعمل اي كي جي ورقم 4 و5 اللي هي الرينال والثايرويد، تتعاد كل من 6 شهور ل 12 شهر. طيب لو زاد السيرم كونسنتريشن عن اللي انت قلتيه ده، لو بقى فرضا 1.5 ملي ايكويفالنت، هنبدا كده نخش في اعراض التوكسيسيتي اللي هيجيبها لك. مش واضحه، يقول لك ان هي ليثيوم توكسيسيتي، هيقول لك السيرم كذا وعنده كذا، كورس تريمور، دايريا، كونفيوجن، خلاص انهم احنا مشخصين ان هي دي ليثيوم توكسيسيتي. العلاج سبورتيف تريتمنت وامجر الليفل، واصحح لو في صوديوم عايز تتصحح، او اشوف الرينال فانكشن كمان عامله ايه. ولو زادت عن 4، لو لقيت السيرم زاد عن 4 ملي ايكويفالنت، ساعتها ادخل المريض ده يعمل هيموداليسيس فورا.
اخر حاجه لو البيشنت من السايد افكت اللي حصلت له من الليثيوم كانت الراش او انكريز في السورييزز، ده هديسكونتينيو الدراج معاه فورا. هايبوثايرويديزم هديسكونتينيو الدراج معاه فورا. بريجنانسي هافويد تماما، غير كده انا ممكن اقلل الجرعه واحاول اتماشى بالليثيوم لانه يعتبر هو الفيرست لاين في العلاج المرض ده، وهو البريفيرد، وهو اللي بيخبط في كله، في بيخبط في مانيا، في ديبريشن، في مينتنس، ينفع لي في كله. طيب بشكل اوضح، الاكيوت ابيسود بيشنت جاي لي في الكيسه بحاله اكيوت، صحابه جايبينه من الشارع بيجري، دهن شعره، بيغني اغاني، مش عارفه ايه، ماشي من غير هدوم، وريفر، هيجيب في الكيسه يعني الاعراض فعلا دي عامله كده، فنبقى عارفين ان كده هي مينز ان الاعراض دي اكيوت. وات هي يوز، هو كده في مانيك ابيسود زي ما قلنا كلهم ما عدا اللاماتروجين، وكاتب في الكتاب، ما كانش كاتبها متهيألي دي السنه اللي فاتت، ان بالذات من الانتي سايكوتيك هيبقى الاولانزابين، الريسبريدون، الكويتابين، الاريبيبرازول، الزبراسيدون، الاسينابين اند الباليبريدون اكستندد ريليز، وممكن البنزودايزبين كشورت تيرم، وكمان خدوا في اعتباركم الهاليبيريدول احيانا بيستخدم. لكن لو جاي لي باكيوت ديبرسيف ابيسود، وعاده دي ما بيسيبكش تشخصها، بيشخصها لك هو عشان بتبقى كونفيوجنج مع الميجر ديبرسيف ديس اوردر، حتى انه كان في سؤال بيقول از ات ايز ان احنا نديفرنشيت ما بين الميجر ديبرسيف ديس اوردر وما بين الديبريسيف ابيسود بتاعه البايبولر، فطبعا بتبقى الاجابه انه لا، اتس هارد تو ديفرنشيت. زي ما قلنا ان كل حاجه ما عدا الفالبريوك والكاربامازبين، اللاموتريجين هو اللي بيستخدم فيها، من الانتي سايكوتيك الكيتابين كامونو او اليوراسيدون، الاثنين دول بس من الانتي سايكوتيك، وممكن نستخدم الاولانزابين مع الفيروكسيتين، نفس الكومبينيشن دي لسه شايفينها في الدبريشن. لكن كمنتنس بقى للمريض ده، لقيته جايبها في الكتاب بالاسم بالتريدين يعني بالاسم في السوق، ريسبريدال كونستا وابيليفاي، لقيته جايبها بالاسامي دي، فقلت ما احطها لكم برضو احتياطي عشان اللي ما بيشتغلش او اللي مش عارفها في السوق يمكن يجيبها في الامتحان بالاسم بتاع السوق. المهم ان هم الريسبريدون والاريبيبرازول والاولانزابين والكيتابين هم دول اللي بيستخدموا مين اللي في المينتنس. ونبقى كده خلصنا البايبولر ونبدا في الانكزايتي. الانكزايتي بانواعه الجنرالايزد زي ما انتم شايفين دي اللي خايفه من كل حاجه وعندها انكزايتي من ان هي تمرض وان الشغل بتاعها وانه من كل حاجه، او بانيك من مواقف معينه او من اماكن معينه، او السوشيال الانعزال عن مواقف اجتماعيه، او ان هو ما تقدرش تطلع على ستيج، او الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي هم بيبقوا عندهم فعل متكرر كده وزي وسواس قهري كده، انه لا ما قفلتش باب الشقه، لا ما نظفتش الحته، ويفضلوا يعني ريبيتيتيف اكشن، يفضلوا يعيدوا الفعل كذا مره. والبوست تراوماتيك ديس اوردرز اللي هي مين اللي بتبقى للناس اللي حصل لهم حوادث ميجر يعني زي اللي راجعين من الحروب، او اللي حصل لهم حوادث مؤلمه مات فيها اهلهم او صحابهم بسبب مثلا عربيه او وريفر، واللي هي الاجورافوبيا واللي هي الخوف من الوجود في الاماكن العامه والاماكن المفتوحه والاماكن المزدحمه والترانسبورتيشن، واخر حاجه سبيسيفيك فور بيز زي الراجل ده اللي خايف من القطه، او الناس اللي بتخاف من الاماكن العاليه، او الناس اللي بتخاف من يعني على حسب كل واحد والفور بيز بتاعته. فالانواع دي مجمعاهم كلهم في الجدول ده. هنبدا اول حاجه بالسي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. Cognitive behavioral therapy is an important integral part in all type of anxiety. كل انواع الانكزايتي هتلاقي كاتب لك ان السي بي تي انتجرال بارت ليها، ما عدا الساد، ما عدا الساد اللي كاتب ان هو ده الفيرست لاين اصلا للساد اللي هو السوشيال انكزايتي ديس اوردر، ده يعني الفيرست لاين عندي والافضل عندي والاساسي قبل العلاج عندي، غير الانواع التانية ممكن يقول لك مع مكمل سكند لاين، لا الا في الساد هو الفيرست لاين. ما طيب بالنسبه لاستخدام البنزودايازبين، استخدام البنزودايازبين في الجاد والبوست والبانيك ديس اوردر او اللي هي البانيك اتاك، والكلونازيبام بالذات في الساد. طيب الانتي ديبريسنت اللي بيستخدمه زي ما احنا شايفين الاس اس ار اي هي المسيطره وهي الفيرست لاين فيهم كلهم، والاس ان ار اي موجوده في ثلاثه، في الجاد والبوست والبانيك سوري ديس اوردر والساد. هنلاقي هنا عندي الكلوميبرامين في الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، وهنلاقي البوسبيرون هنا في الجاد، وغير كده هتلاقوا اوجمنتيشن للريفراكتوري بيشنت مع انتي سايكوتيك، هنا في اوجمنتيشن مع اولانزابين وكيتابين اهو، هنا في اوجمنتيشن مع اولانزابين وكيتابين وريسبريدون، هنا في اوجمنتيشن مع انتي كونفالسنت ومع سكند جينيريشن برضو اهو. اي بيشنت ريفراكتوري ايه اديله
انتي سايكوتيك، ما عدا في البوست تروماتيك اللي بيجي لهم نايت مير، هنقول ان كمان البروزوسين افكتيف في الناس دي، and that's it what you need to know في الجزئيه دي. طيب ننتقل على الانسومنيا. والانسومنيا هي يا اما inability to initiate او inability to maintain، يعني في ناس مش قادره تنام بس لو نامت خلاص هتنام، وفي ناس عارفه تنام بس بعد كده بتصحى من النوم وتفضل قلقانه مش عارفه تنام، فهي inability to initiate او maintain السليب. معلش الصفحه كوندنسد شويه بس عشان انا عايزه اخليها هي سلايدايه واحده، هي الكل يعني كل ديس اوردر من دول هي سلايدايه واحده، بحيث لو طبعتها يبقى كل حاجه موجوده قدام عينك في سلايدايه واحده كل اللي محتاج انك تعرفه. اول حاجه عندي البنزودايازبين، وعندي نون بنزودايازبين، وعندي اذرز. البنزودايازبين اللي عندي الترايازولام، التيمازيبام، الاستازولام، الفيورازيبام والكيوازيبام. ايه اهميه ان انا اعرفهم؟ اعرفهم بالاسم، لانه احيانا يجي يلخبطني ويقول لي اني معايا لورازيبام مثلا او البرازولام هدي المريض الانسومنيا دول، فلا ده كل مجموعه من البنزودايازبين بتعالج ديس اوردر معينه تبقوا عارفينها، مين اللي بيستخدمه بالظبط في الانكزايتي، مين اللي بيستخدمه بالظبط في الانسومنيا، مين اللي بيستخدمه بالظبط في الكونفالشن، كل نوع تبقوا عارفين مين اللي بيستخدمه بالظبط فيه، لان ما يحصلش ويجي لخبطنا. لان في سؤال كان جاي كده عدى عليا انه حاطط من الانواع تقريبا البرازولام، وهو الالبرازولام اصلا ما بيستخدمش فيه، مش من ضمن البنزودايازبين اللي بيعالجه. طيب البنزودايازبين سايد افكتس المهمه اللي عايز اللي معرفها هي ايه؟ التوليرنس، ان بيحصل منه مع الوقت تولرنس، انه بيعمل ريزيديوال داي تايم سيديشن، يصحى تاني يوم مش قادر زي الهانج اوفر كده مش قادر. ريباوند انسومنيا ممكن لو مع شورت او انترميديت ايجنت واتقطعوا فجاه، عملت لهم ديسكونتينيويشن فجاه ممكن يعمل ريباوند انسومنيا. في الالدرلي طبعا لازم افويد البنزودايازبين في الالدرلي تو افويد الريسك اوف الفول اند الاذر سايد افكت بتاعتهم وليهم وذ الجوال سيمبتومز. امال مين؟ ام سوري اف ام توكينج تو فاست، بس المفروض انتوا يعني انتوا فوكس، انتوا خلاص انتوا عارفين الحاجات دي كلها وانا بعدي عليها بطريقه سريعه بطريقه مركزه بطريقه تبقى بس قدام عينيكم. انتوا المفروض حتى امبارح معاكم الوقت انكم ذاكرين، والنهارده بس بنفوكس مع بعضينا فبجمع بس الحاجات الدنيا من الشرق والغرب، لكن انتوا خلاص عارفين الحاجات دي كلها، حتى انا حاسه ان انا بطول شويه يعني. طيب النان بنزودايازبين عندي مين؟ الدوكسيبين، الرامالتون، السوفريكسان، وبعد كده عندي الاسزوبيكلون والزاليبلون والزوليبيدام. الجدول جايباه من الكتاب زي ما انتم شايفين اهو، بس جايب اهم حاجه الانديكيشن، عشان انا اهم حاجه عندي السؤال هيجي يقول لي المريض مش عارف ينام، فابقى عارفه مين الايجنت اللي بيستخدمه في السليب انيشيشن. طب المريض مش عارف يومنتين السليب، يبقى عارفه ايه الايجنت اللي بتستخدم في السليب مينتيننس، ومين هم ككرونيك بقى، لان المريض ده بقى له 4 شهور او اكتر عنده الانسومنيا دي مش راضيه تتعالج، فمين اللي افيلبل عندي ان انا استخدمهم ككرونيك؟ الاس زوبيكلون والرامالتون، وهنلاقي ان ده بسبب ان هم ليهم ذا لونجست هاف لايف. واهم معلومه تانية نعرفها ان البنزودايازبين، الزوليبيدام، الرامالتون should be avoided in sleep apnea. whenever you see كلمه sleep apnea في السؤال ابعد عن الثلاثه دول في الاختيارات، غير كده حاسه ان كله دش وما يعني ملوش اي اهميه. السؤال هنا بيجي فيه السليب واحد شخص مش يعني حد مش عارف ينام، او حد مش عارف يو continue او يمنتين السليب، او حد عنده سليب ابنيا، يبقى ايه الاوبشنز المتاحه عندي؟ غير كده مفيش. الاذرز ما بيجوش بس عشان نبقى عارفينهم، التراي سايكليك انتي ديبريسنت زي ما قلنا، والترازودون، والانتي هيستامينيك لان ليها سيديشن سايد افكت، بس كوشن وذ الدرلي، وكمان عشان ليهم انتي كولينرجيك اكشن فممكن يورسن الديمنشيا عند مريض الدرلي فتيك كير، وبرضه ما استخدمهمش عند مريض الزهايمر بياخد كولين ستريز انهابيتور. يبقى انا كده بقى ايه بعاكس الافكت بتاع الدواء اللي هو بياخده. يبقى ده وظيفتي انا كصيدلي ان انا مطلع على كل ادويه المريض ده، عارف بياخد ايه فما ينفعش ياخد معاه ايه. طيب هناخد اخر حاجه واخر توبيك عندي في الشابتر السبستانس يوز ديس اوردر، انواع الادكشن الثلاثه اللي عندي في ثلاث سلايدات، الالكول ابيوز، الاوبيويد ديبندنس، التوباكو ديبندنس. الالكول ابيوز اهم حاجه واول حاجه نعرفها هي السيمبتومز اللي بتيجي بعد كل فتره. هو دلوقتي بقاله من 6 ل 12 ساعه مبطل، هلاقي ان انا عندي ايه؟ عندي مايل تريمور، عندي irritability، عندي مايل اجيتيشن، عندي تاكي كارديا. بعد 12 ل 24 ساعه هلاقي ان تريمور زادت، حصل هايبر اكتيفيتي وهايبر الرتنس،
وبدأ يبقى فيه نايتمير وهالوسينيشن، بس بعد 12 ل 48 ساعة أكتر حاجة بتبقى سيفير وباينة جدا التريمرز اللي قلبت بسيجر. وبعد من 3 ل 5 أيام لو ما تعالجش وما حصلش كنترول على السيمتومز ديت ممكن يجيله ديليريوم تريمرز اللي هي كونفيوجن وتاكي كارديا وسويتنج وهايبر بايريكزيا. الحاجات دي ممكن تكون فيتل وتؤدي الى الدث، فلازم اتدخل واكون بعالج المريض ده فورا. المرض بيتقسم لاكيوت، جايلي في اكيوت سيتنج بعرض من الاعراض اللي احنا شايفينها في الفترة في الجدول اللي فات ده، او بكرونيك عايز يبطل الالكول ابيوز بتاعه ده. هتكلم في الاول كرونيك لانه اسهل. الكرونيك ثيرابي هيكون اختيار الدواء بيزد على الهيباتيك ديزيز. لو ما عندوش اي هيباتيك ديزيز يبقى هدي ايه الدايسلفيرام لو هو ادهرنت ولو هو خلاص عنده العزيمه والاراده والكومبيلينس الكامل ان هو يبطل، ولو لا ممكن ادي النالتريكزون مع سي بي تي. لكن لو عنده هيباتيك ديزيز هدي الاكامبروسيت، لان الاثنين دولت الدايسلفيرام والنالتريكزون زي ما هجمع لكم في التجميع دلوقتي بيعملوا ليفر توكسيسيتي، فطبعا مش هينفع لو البيشنت عنده هيباتيك ديزيز. طيب لكن في الاكيوت مين الفيرست ومين اول واحد في وشي؟ البنزودايازبين. مين هنا البنزودايازبين اللي بيستخدمه؟ لورازيبام، كلورودازيب اوكسايد، دايازيبام. يبقى اهو زي ما احنا شايفين مختلفين عن اللي بيستخدموا في الانكزايتي، مختلفين عن الانسومنيا. كل ديزيز وليه النوع البنزودايازبين المعينين اللي بيستخدموا عشانه. الاختيار بتاعي هيكون بيزد على ايه؟ بيزد لو البيشنت ليفر ديزيز هيبقى افضل لورازيبام، لو بيشنت سيجر افضل كلورودازيب اوكسايد، لو البيشنت بوث اوف ذم يبقى افضل الدايازيبام. طيب النيوتريشنال كونسيدريشن اللي عندي المريض الكول ابيوز هيبقى ايه؟ الثيامين، وزي ما هنشوف دلوقتي عشان يمنع الكارسكوف انسيفالوباثي، المغنيزيوم والالكترولايتس عامه زي الفوسفورس برضو والبوتاسيوم والحاجات دي كلها، لان زي ما انتم واخدين في شابتر الفلويد الفلويد اند الالكترولايت البيشنت دول مين اللي بيبقى عندهم ديفيشنسي جامد في الالم في يعني في الالكترولايتس دي. فلو ما عملتلهاش كوركشن والبيشنت اتعرض لنيوتريشن بكميه عاليه فجاه ممكن يحصل له اللي هي ريفيدنج سيندروم وهي فيتال. وفيتامين كمان الفوليت وفيتامين بي 12. البيشنت زي ما بيقولنا ان هو بيكون دي هايدريتد و التغذيه بتاعته بتبقى وحشه جدا، فلازم ياخد ايه فلويد 5% ديكستروز وهاف نورمال سالاين. الهالوسينيشن اللي بتيجي في المراحل دي بيبقى علاجها مين؟ البنزودايازبين. ولما ما ينفعش يبقى هالوبريدول، بس هياخد بالي من السيجر لان زي ما قلنا ان هو كونترا انديكيتد في السيجر بيلور السيجر ثريشولد. والبيست اوبشن مع السيجر زي ما قلنا هنا الكلورودايازيب اوكسايد. ده كده الالكول ابيوز. طب الاوبيويد ديبندنس، والله على حسب هو شورت اكتنج اوبيويد ولا لونج اكتنج اوبيويد. لو بياخد حاجه شورت اكتنج يبقى هبدا له العلاج بالبيوبرينورفين مع النالوكزون بنسبه 4:1 الريشيو بتاعتهم دي. لكن لو بياخد لونج اكتنج فهيبقى في ستيبس اكتر شويه، ان انا هبدا باتابر الميثادون ل 30 ملي جرام بير داي، وبعد كده انقله على البيوبرينورفين لمده يومين، وبعد كده امشي على بقى البيوبرينورفين مع النالوكزون ريشيو 4:1 بعد كده. اعرف بس ان الميثادون في منه انجكشن وفي منه سابلينجوال. الانجكشن بيبقى ليه ويذدرول لكن السابلينجوال ملوش. يعني حقيقه انا عن نفسي ما ذكرتش موضوع الاندكشن والستابلايزيشن والمينتنس ده، ما اعرفش السؤال لو يجي فيهم يجوا ازاي، بس انا كتبته لكم برده او المهم فيهم يعني، لان ما فيش حفظ جرعات في الموضوع ده، الموضوع كبير جدا ما ينفعش تحفظ فيه جرعات بصراحه. الاندكشن فيز هي ان انا اديله المينيمم دوز اوف البيوبرينورفين اللي هتقلل له الكريفنج للالكول دوت، وكمان هتقلل له الويذدرول سيمتومز. هو ده معناها ان انا ببدا اندكشن فيز، بعديها ببدا بنقل على الاستابلايزيشن فيز. الاستابلايزيشن فيز اللي هي ان البيشنت دلوقتي ما عندوش اي ويذدرول سيمتومز او سايد افكت من الدواء او حتى اي كريفنج للالكول، او بعد كده نقلها على المينتنس اللي هي المينيمم دوز
اللي مخلياه بعيد تماما عن الكحول وما عندوش اي سايد افكت، وممكن امنتنها indefinitely طالما انا متاكده ان البيشنت ايه خلاص غير اللايف ستايل بتاعه واقتنع وهيبطل خلاص الاوبيويد ديبندنس. اخر حاجه التوباكو ديبندنس، وكتبت لكم بصراحه حتتين كده من الانترودكشن حسيت ان هم مهمين في ان هو شويه بيحب الموضوع الكونسلنج في السموكينج سيسيشن ده. ففي المقدمة كده بيقول ان to assist الويلنجنس to quit عند البيشنت اللي قدامك ask him five question اسمهم ال 5 A's كلهم بيبدأوا ب letter A ask about tobacco use advise to quit assist الويلنجنس بتاعته to quit assist in quit attempt حاول تساعده في الموضوع دوت and arrange for follow up ما تسيبوش افضل تبعه. طيب بعد ما تعمل ال 5 A's دولت ولو يعني فلح ونفع وبدأ فعلا حاول تمشي معاه بال 5 R's اللي هم هيزودوا الموتيفيشن عنده to quit الريليفنس والريسك والريورد والرود بلوك اند الريبيتيشن علشان تحفزه على ان هو يكوت. طيب الايجنت الفارماكو ثيرابيوتيك اوبشن اللي عندي 5 نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي وبيوبروبيون وفارنيسيلين. ال 5 نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي اللي عندي باتش وجم ولوزنجز وانهيلر ونيزل سبراي وجرعات ما حفظتش. اللي عايز يحفظ عنده الكتاب بسم الله ما شاء الله يروح يحفظ منه، انا ما حفظتش كل. واهم حاجه نعرفها هو ان الانهيلر والنيزل سبراي logically contraindicated مع patient عنده أي مرض في الرئة، أي reactive airway disease أو nasal congestion مش هيبقوا مناسبين ليه وهيعملوا له irritation. تاني حاجة نعرفها إن البيشنت اللي عنده cardiovascular disease it's okay ليه إن هو ياخد ال NRT. وآخر حاجة إن هم not effective مع pregnant woman، يفضل إن هي تشوف أي وسيلة تانية. البيوبروبيون sustained release بالذات هو اللي بيستخدم في علاج التوباكو أو في السموكينج سيسيشن، يعني بانشيت قبل ما قرر إن أنا أكوت بأسبوع وبستمر على الأقل 8 أسبوع وممكن كمان لحد 6 شهور، وممكن نعمل له كومباينيشن مع نيكوتين باتش تو ماكسمايز الايه الميديكيشن عندي بحيث اني اضمن ان شاء الله 100% يكوت. اخر واحد الفانسيلين مهم جدا انيشيتد برضو 1 ويك بيفور الكويتنج او ممكن حتى لحد 35 يوم بعد بدايه العلاج. تقريبا هو ده الشانتوكس تقريبا اسمه في الصيدليات تقريبا كده حاجه كده. التريتمنت بتاعه بيبقى لمده 12 اسبوع وممكن يكمل على كمان 12 اسبوع. السايد افكت بتاعته دي مهمه جدا جدا، بلاك بوكس وورنينج اجينست نيورو سايكاتريك ريسك، يبقى دي تاني بلاك بوكس وورنينج عندي في الشابتر. كوشن ان بيشنت وذ كرياتينين كليرنس اقل من 30 ملي ونعمل له كومباينيشن مع البيوبروبيون لكن مع الان ار تي لا لان هيزيد الادفرس ايفنت بتاعته. وشوفوا رغم كل المعلومات دي وهي دي تقريبا كل المعلومات اللي جايه في الكتاب الا انه جه سؤال في حته غير متوقعه تماما، الفرنسيلين لما نديه مع الليثيوم ايه السايد افكت اللي هتحصل منه؟ كانت مين اللي في الاختيارات حاجات ولا واحده من دي كانت تقريبا جي اي تي سايد افكت. الفرنسيلين ليه فعلا جي اي تي سايد افكت ومع الليثيوم اللي ليه برضو جي اي تي سايد افكت هيزيد قوي. الجي اي تي سايد افكت منهم هما الاثنين. فللاسف بيجي اسئله على رغم كل المعلومات اللي الواحد بيبقى مجمعها عن الدواء بيجي برضو سؤال عن الدواء في السايد افكت بتاعته بره الكتاب، بس ان شاء الله مش بيبقوا كتير يعني بتبقى واحده كل سنه كده او حاجه. خلصنا وباقي عندي النيوروليبتيك مالجنانت سيندروم، السيروتونين سيندروم، الليثيوم توكسيسيتي، الفارينك كورسكوف انكيفالوباثي او انسفالوباثي، مقارنه ما بينهم زي ما قلت لكم ايه اللي بيسبب كل واحد منهم، المانيفستيشن هتيجي على صوره ايه، هل هيجيبها لك صريحه في السؤال يقول لك ان هو عنده ليثيوم توكسيستي او ان هو عنده ان ام اس، ولا هيجيب لك السيمبتومز ويسيبك بقى تطلع منها وتشخص انت وايه العلاج لكل نوع منهم. مهمين ولازم الامتحان لا يخلو واحد من السيروتونين والان ام اس على الاقل. اخر حاجه قبل الاخيره سوري السيتوكروم بي انزيمز جمعته لكم هنا اهم حاجات السيتوكروم بي انزيمز يعني انتراكشن يعني بالنسبه لي الانتي سايكوتيك مش مهم قوي بصراحه مع يعني مع السنين اللي فاتت والحل بتاعي وكده ما كنتش بلاقي عليهم اسئله كتير، فانا جبت اللي فعلا
بيجي عليهم أسئلة، وكمان أسئلة من بره من بره الكتاب علشان تبقوا واخدين بالكم منهم لما تيجوا تحلوا الأسئلة. ال 1A2 الفلوفوكزامين والفلوكسيتين هما inhibitor، والسموكينج هو الانديوسر. وناخد بالنا ان الفلوكسيتين هو صحيح inhibitor لل 1A2 وهو كمان substrate لل 1A2، فعشان كده عن patient سموكر يفضل ان انا ازود جرعه الفلوكسيتين. لكن هو جايب بقى في الكتاب قايل ايه، a patient taking cytochrome DA12 substrate antipsychotic زي كلوزابين والولانزابين، دولت عباره عن substrate لل 1A2، who undergoes smoking cessation require a reduction in the antipsychotic dose. لفه، مش بيقول لك ان هم بياخدوا الكلوزابين والولانزابين وبيدخنوا، لا ده هيبطلوا تدخين. فبما انه هيبطل تدخين، السموكينج كان عامل اندكشن للكلوزابين والولانزابين، فكنت محتاج ان انا ازود جرعتهم. لكن دلوقتي انا هوقف التدخين، فدلوقتي انا محتاج اعكس بقى اقلل شويه جرعتهم. ال2D6 مين اللي بيعملهم انهيبيشن؟ البيوبروبيون، الفلوكسيتين، والباروكسيتين. وعلى رغم ان لما بدي انهيبيتور مع دواء تاني، المتوقع ان انا هعمل انهيبيشن للميتابوليزم بتاعه، وبالتالي هيفضل في الجسم فتره اطول، وبالتالي التوكسيستي بتاعته والسايد افكت بتاعته هتزيد. لان انا عندي في اتنين شواذ للقاعده دي، اللي هم الاوبييتس، الاوكسيكودون والكودايين والهيدروكودون والترامادول والديكستروميترفان، وكمان التاموكسيفين، وتقريبا الرالوكسفين كمان. دولت على العكس تماما، هما لما بيخشوا الجسم بيقول لك ان هما بيتحولوا ل ان اكتيف ميتابولايت، فهو بيمنع عن طريق السيتوكروم بي 2 دي 6. فهو البروبيوبرون والفلوكسيتين والباراكسيتين لما يعملوا انهيبيشن لل 2 دي 6 ده، بيمنعوا تحول الادويه دي للاكتيف فورم منها، وبالتالي هيبقى في لاك اوف الايفكت بتاعتها، او هيبقى في ديكريز للايفكتيفنس بتاعتها. اما بالنسبه ل 2C19 فاللي بيعمل لهم انهيبيشن هو الفلوكسيتين، وهيقلل لي الايفكت اوف الكلوبيدوجرال بنفس الميكانيزم ونفس الفكره برضو. ال 3A4 اهم حاجه ليهم الفلوفوكزامين والنيفازودون، والانديوسر لل 3A4 هو الكاربامازبين زي ما اخدته في النيورولوجي. لو اديت فلوكسيتين مع كاربامازبين هيزيد الكاربامازبين توكسيسيتي، لكن لو اديت كاربامازبين مع سايكلوسبورين مثلا فور اكزامبل، هيقل السايكلوسبورين توكسيسيتي، لان السايكلوسبورين ميتابولايزد بس التوكروم بي 3A4. اخر حاجه التجميعات اللي عاملاها لكم دي، منها حاجات من الشابتر قلناها، ومنها حاجات من بره الكتاب بس جه فيها اسئله قبل كده في السنين اللي فاتت. مين بيعمل كيو تي برولونجيشن؟ من الانتي سايكوتيك الفيرست جينيريشن ثايريدازين وهالبيريدول، من السكند الكلوزابين اللي بيعمل كارديومايوباثي، والاليوبيريدون والزبراستيدون زي ما قلنا، او تراي سايكليك انتي ديبريسنت من ادويه الدبريشن بيعمل كارديو توكسيستي، والسيتالوبرام اس اس الراي في دوز اكتر من 40 ملي جرام زي ما قلنا، دي تجميع الكيو تي برولونجيشن. طب دراج نوت يوزد وذ سيجر، كلوزابين، تراي سايكليك، بيوبروبيون، ليثيوم، انه ممكن يعمل كورس تريمر لو حصل منه توكسيسيتي. مين الادويه اللي بتعمل هيباتو توكسيسيتي؟ ديلوكسيتين، نيفازودون، الدايسلفيرام، والنالتريكزون، فاليبراويك اسيد. مين اللي بيعملوا سيكشوال ديسفانكشن؟ تراي سايكليك انتي ديبريسنت، اس اس ار اي، اس ان ار اي انتي سايكوتيك فيرست وسكند جينيريشن. مين اللي بيعمل ويت جين؟ قلنا طبعا اللي اكتر سكند جينيريشن انتي سايكوتيك اللي ليهم ميتابوليك سايد افكت، كلوزابين ولانزابين، وكمان التراي سايكليك انتي ديبريسنت والمرتازابين مهمه جدا، والفاليبراويك اسيد زي ما اخدته في النيورولوجي. واخر حاجه مين اللي بيعمل ويت لوست؟ العكس تماما، البيوبروبيون، والاقل سكند جينيريشن في الميتابوليك سايد افكت الاريبيبرازول والزبراسيدون. اخر حاجه بقى كلوزابين، بيقول لك كده معلومه خدوها كده واعرفوها عشان لو عدى عليك السؤال، نوت يوزد ويز مايثينيا جريفيس. السيرترالين جيف ا فولس بوزيتيف بنزودايازبين تيست. الكيتابين قلناها سايكوزز مع باركنسونيزم. الاس اس الراي والليثيوم والكاربامازبين والليفو ميلناسيبرام بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها سندروم اوف ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون، نوع من انواع الهايبوناتريميا زي ما اخدته في الشابتر الفلويد، شابتر فلويد اند الكترولايت. فزي ما قلت لكم، اي ادويه بتعمل ديزيز او بتنديوس ديزيز بناخد بالنا منها كويس جدا ونحفظها. اخر حاجه قلنا الثايريدازين، وده بيعمل فوتو سنسيتيفيتي، جه سؤال فيها في سنه وخلصنا. اند ثانك يو جايز، فعلا يعني السايكاتري متعب جدا، معلش وام سوري لو كنت بتكلم بسرعه. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله وموفقين باذن الله، و
هبقى معاكم على جروب ان شاء الله بالليل، وام ويلكم فور اني فيدباك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.